الآن خلينا ننتقل للكونتينيوس. احنا خضنا قلنا الراندوم فاريبل هو تو تايبس له. التايب الأول اللي هو ديسكريت، وأخذنا انه ديسكريت له كمان تو فانكشنز اللي هن يا اليونيفورم ديسكريت يا الباينوميال. اجينا هسه خل من نتكلم هسه عن الكونتينيوس. الكونتينيوس طبعا له اكثر من الكونتينيوس له يعني اقترانات اكثر، خلينا نقول من الديسكريت. عندك طبعا له اربع اقترانات معانا او خمسه، بس الاقتران الخامس قال الدكتور رح ناخذ بارت ثلاث. المهم احنا نذكرهن كلياتهم. اول نوع اللي هو اليونيفورم واللي رح ناخذها الان. اليونيفورم. النوع الثاني اللي هو النورمال. نعرف الانواع. النوع الثالث اللي هو اللوج نورمال. لوج نورمال. النوع الرابع اللي هو الاكسبوننشال. النوع الخامس اخر نوع اللي هو الكاي سكويرد. والكاي سكويرد ترى مهم جدا جدا، بس لكن احنا بعدنا مش ماخذينه. طيب احنا راح ناخذ هذول الاربعه. هذول الاربعه راح ناخذهم الان وراح نفهم ونوضحهم كلياتهم. طيب خلينا نبلش باول نوع. اول نوع اللي هو اليونيفورم. اليونيفورم كونتينيوس. اذا احنا بنتكلم عن كونتينيوس. اليونيفورم ما هو اليونيفورم؟ من اسمه يونيفورم يعني منتظم، يعني ثابت خلينا نقول. فهو كرسمه او انت تتخيلها يعني الرسمه راح تكون عباره عن مستطيل. هيك مستطيل. المستطيل هذا راح يكون ضمن فتره معينه من A ل B. فلو اجيت شو قلت لك؟ قلت لك سؤال، هذا المستطيل قديش ارتفاعه؟ راح تيجي تقول لي انه هو عباره عن بي ناقص واحد على بي ناقص ايه. شلون عرفت؟ تعال خلينا اول شيء نكتب هذا الاقتران. ببساطه اليونيفورم يوم بدك تيجي تعرفه هو عباره عن اقتران كونتينيوس وثابت، يعني ثابت بضله ثابت من على طول الفتره اللي هو معرف عليها. اول شيء بدك تعرف شو البارامترز تاعته. البارامترز تاعته اللي هن الفتره، بس هو بيحتاج الفتره، يعني بس بده الفتره، الفتره من A ل B، حدد له الفتره. النقطه الثانيه انه هذا اللهم صل على سيدنا محمد، هذا اليونيفورم راح تكون اف اف سمول للاكس له، والبارامترز شو هن؟ A وB، الانيشال انترفال والفاينل انترفال. هذول اللي بدنا اياهم شو بتساوي؟ له حالتين. الحاله الاولى انه يكون واحد على A ناقص على B ناقص A. B ناقص A. واصلا يعني كيف احنا بنقول واحد على B ناقص A؟ يعني لو مثلا انت عندك انترفال من 5 الى 3 وراح يكون ثابت، يعني راح يكون كله ثابت، فراح تقول لي واحد على 5 ناقص 3 اللي هي واحد على 2. طيب من وين اجت هاي؟ اجت من التكامل. اذا بتتذكر انه الكونتينيوس اعطيناك واولناك قلنا لكم انه هو تكامله من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه لاف سمول اوف اكس ايش بتساوي؟ واحد. طب تعال نكمل هاي الفتره من A ل B، تعال نكملها كامل من سالب ما لا نهايه لعند ال A صفر، ومن ما لا نهايه من B لعند ما لا نهايه صفر. شو بضل عندك من A ل B؟ تيجي بتكمل من A ل B A ل B، وفي عندك هذا كونستنت. لو هذا الخط فرضناه مناش نقول ان احنا بنعرف انه واحد على بي ناقص ايه، احنا بنطلع هذا الثابت. هذا الثابت لو رمزنا له هذا الخط ما هو ثابت، لو رمزنا له برمز كي، فراح تيجي تقول لي كي تكامل من A ل B ل K شو بيساوي؟ واحد. طب تكامل الثابت بتطلع الثابت برا التكامل وبتقول انه كي في الفرق بين هذول النقطتين بي ناقص ايه، هاي تكاملها كي في بي ناقص ايه ايش بتساوي؟ بتساوي كلها واحد، صح ولا لا؟ وبالتالي كي قديش راح تطلع؟ واحد على بي ناقص ايه. اذا احنا اثبتنا صحه انه اف الاكس اي بي هي واحد على بي ناقص اي. من بس من وين لوين؟ هاي من ضمن الفتره اي اقل من اكس اقل من بي. طبعا المساواه بالكونتينيوس ما بتفرق، هي وقلتها واحد. يعني لو حطيت هون مساواه
ولا ما حطيت عادي يعني المساواه ما بتاثر، انا كنت بتعامل مع تكامل خلاص، اهم شيء تعطيني الانترفل وتقول لي هو راح يطلع اقتران ثابت واحد على بي ناقص اي. طب خارج الاي وخارج البي خارج الفتره هاي شو راح يكون؟ صفر. اذا elsewhere راح يكون صفر. هذا بالنسبه للاقتران اليونيفورم كونتينوس. طبعا هذا الاقتران قليل تأتيجي عليه سهل، لانه اقتران سهل وبسيط وبس، اذا بس راح يعطيك انترفل، بس راح يعطيك باراميتر واحد اللي هو الانترفل، لا اعطاك الانترفل وما اعطاك شيء ثاني معاها، خلص مباشر هذا الدكتور تقول عنه انه يونيفورم كونتينوس، وصيغته واحد على بي ناقص اي، واحد على بي ناقص اي لجميع النقاط، يعني لو قال لك مثلا الفتره عندك من ثلاث لخمسه، اكس لخمسه، لو اجى قال لك شو احتماليه الاربعه؟ يعني او اربعة ونص، ترى عادي هون الكسور العشرية عادي لانه هذا كونتينيوس، يقول لك شو احتمالية الاربعة ونص؟ تيجي تقول له واحد على بي ناقص اي اللي هي واحد على خمسة ناقص ثلاث، واحد على اثنين راح تطلع. احتمالية الثلاث ونص، واحد على اثنين، احتمالية الثلاث، واحد على اثنين، او صفر احتمالية الثلاث لانها مش محطوط انها مساواة. هون لو ايش صفر؟ تقول انها صفر لانها طرف فترة. بس هسه السؤال أنا يوم قلت احتمالية الأربعة احتمالية الإكس بتساوي أربعة ونص، أنا قصدت بيها الاحتمالية من الثلاث عند الأربعة ونص، يعني أو يعني بالضبط إنه الاحتمالية على طول هاي الفترة راح تظلها ثابتة، يعني شو ما حطيت فترات جوا هاي الفترة راح تظلها ثابتة، يعني لو قلت لك ثلاث أقل من إكس أقل من أربعة وهي جوا هاي الفترة، ما هي هاي المقصود فيها يعني هيك. ثلاث اقل من اكس اقل من اربعه، لانه احنا اخذنا سابقا انه الكونتينيوس يعني الاحتماليه عند نقطه محدده هي صفر، يعني اقول لك الاحتماليه بالضبط اكزاكتلي عند الاربعه حتقول لي صفر، بينما لا الاحتماليه انا قصدي يوم قلت لك اربعه انا الاحتماليه من ثلاث لعند الاربعه، يعني اي فتره بين الثلاث والخمسه حتكون احتماليتها نص. ليش نص؟ هيو الشكل، طيب شوف الرسمه كيف، يعني لو حطيت هون مثلا واحد هنا يعني بين هنا اللي هي الثلاث والخمسة، لو حطيت هنا ثلاث ونص وهنا نقطة ثانية اللي هي أربعة ونص، جوزنا عجقت الرسم شوي بس يعني تخيلوها، هاي ثلاث ونص وهاي أربعة ونص، لاحظ هاي الاحتمالية تاعتين هاي قديش؟ قديش الجواب؟ واحد على بي ناقص اللي هي قديش؟ واحد اثنين اللي هي نص، وهكذا. إذا خلص بالمنطق هاي الاحتمالية. طيب اليونيفورم بتقدر اصلا احنا بدون ما نعرف هذا النوع احنا كنا نطبق عليه بالزمان، يعني كنا نطبق عليه يوم اخذنا الكونتينوس، يعني هذا النوع هو قلت واحد عادي لو ما عرفته ولو ما عرفت هذا القانون سهل انك تجيبه وسهل انك تطبق عليه، يعني مش شرط تنعجق انك تعرف هذا النوع، خلاص المهم انك تعرف ما دامك عارف انه الكونتينوس وتكامل من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه اف اوف اكس تساوي واحد بتقدر تطلع اي شيء على هذه القاعده، ولكن بالنورمال وبالانواع الثانيه الثلاث انواع الثانيه هناك لا، مهم تعرف النوع ومهم تعرف قوانينه. وهسه خلينا ننتقل مباشره للنوع الثاني. طبعا هذا اليونيفورم يعني بنصحك لا تحفظ صيغته ولا عبالك، طبق على القاعده، طبق على القانون اللي هو القانون هذا، هو بجوز شو يجيب لك؟ يجيب لك اوجد كي، يعني هذا بتوجيبه وجاب لنا اياها اصلا بالمد يعني جاب لنا اوجد كي، وحتى ما كانش اصلا يعني ثابت زي كونستنت زي ما تقول، لا كان اقتران ثاني، فهو عباره عن المساحه او اللي هي التكامل. وبس يعني ما فيش داعي اصلا تحفظ نوع، يعني هذا النوع زي ما تقول زياده. فالمهم نجي احنا ننتقل للنوع اللي بعديه والنوع الاهم واللي اسئله عليه بجوز تيجي اكثر شيء، النورمال. النورمال ديستريبيوشن. النورمال ديستريبيوشن من اهم التوزيعات. لو ايش النورمال ديستريبيوشن من اهم التوزيعات؟ النورمال ديستريبيوشن اصلا كيف شكله؟ كيف شكل النورمال؟ النورمال هيك شكله، دائما شكله هيك بضلوا هيك دائما، خلاص هيك شكله. طيب هسه ما دام شكل النورمال زي هيك، هسه احنا بدك تعرف انه النورمال له بالانسنج بوينت او نقطه موازنه. نقطة الموازنة سميناها إذا بتتذكروا إنها المين، يعني هي نقطة الموازنة أو نقطة الاتزان لهذا المنحنى أو المنتصف هنا في السلمين. فإذا أول باراميتر بدك تعرفه اللي هو المين. النقطة الثانية المسافة بين الخط هذا تاع المين وبين منحنى الاقتران أو منحنى النورمال هي سيجما، نعبر عنها بسيجما هي الستاندرد ديفيجن. أيوة إذا هاي سيجما، إذا المسافة البعد بين هذا الخط وهذا المنحنى هي سيجما، اذا هاي ستاندرد ديفيجن، والبالانسنج بوينت هي المين.
اذا النورمال بس هو بيحتاج طبعا من الامثله على النورمال توزيع السكان مثلا في مثلا بالاردن، توزيع السكان بالاردن او كثافه السكان بالاردن، تقدر تقول كثافه السكان بالاردن وين اكثر كثافه؟ بعمان، بعدين برد بنزل مثلا، يعني باربد بجوز عالي شوي، بعمان كذا، فكثافه السكان بتيجي اكثر شيء بالشمال عندنا بالاردن، صح ولا لا؟ هاي من الامثله على النورمال. فالكثافه السكانيه، اطوال الاشخاص مثلا، يعني لو اجينا قلنا اجينا احنا قلنا اطوال الاشخاص، اطوال الاشخاص من ايش بتتراوح؟ اطوال الشباب خصوصا تتراوح بين 150، يعني اقل شاب او شابه 150 طوله بجوز تلاقي، الا يعني لا سمح الله كان قصير كثير. بعدين 160 بجوز تلاقي، يعني هيك الفتره 170، خلينا نضرب امثله يعني على النورمال 180، وفي عندك 190 بجوز يوصل لل 200 بجوز، بس يعني هي حاله قليل جدا جدا. المهم يعني التركيز وين بكون؟ الفتره بين 170 و 180، يعني هيك اكثر اطوال الشباب بكونوا فيها. يعني لاحظ بيجي النورمال هيك بلش يتزايد يتزايد وهكذا ناقص، ال 200 بكون عندهم قليل وال 150 بكون عندهم قليل كثير. اما بالنسبه لل 170 هاي الفتره اللي هون هذا الرينج بكون لاحظ انه بكون عاليه، يعني اطوال الشباب هون بتكون طول الشباب يعني طول 170 بكون اكثر، يعني اكثر انتشارا بين الشباب او بين الناس بشكل عام. فهاي من الامثله على النورمال. فهاي من الامثله على النورمال. طيب المهم احنا ايش اخذنا؟ قلنا بالنسبه للنورمال في عندك تو باراميترز اللي هن، رجعنا للرسوم الرسمه طبعا مسحناها بالغلط، فاللي هن السيجما واللي هو المين. طيب هسه بدك تسالني شلون بدي اطلع السيجما والمين؟ بدي اقول لك انه هذول السيجما والمين هسه مش مطلوب منك تعرف كيف تطلعهم، راح يجينك بالسؤال هيك مكتوب بالكتاب نصا وحرفا، سيجما والمين هذول مش مطلوب منك كيف تطلعهم بالنورمال، بيجينك بالسؤال. واصلا احنا راح هسه تشوف انك بجوز ما تحتاجهن، لا راح تحتاجهن، بس انه هن راح يكون معك بالسؤال دائما، سيجما والمين راح تكون معك بالسؤال. طبعا شو راح يختلف؟ السيجما اكيد مسماها ستاندرد ديفيجن، اذا قال لك فيريانس بدك تروح ايش تطبق على القاعده هاي، انه الفيريانس شو بيساوي؟ الفيريانس انها السيجما شو بتساوي؟ جذر الفي، جذر الفي بيساوي السيجما. والمين ممكن يتلاعب لك بالالفاظ تاعت المين، شلون؟ يقول لك افريج، يقول لك بالانسنج بوينت، كلها نفس الشيء مين، كلياتها مين. هاي الملاحظه اللي لازم تعرفها. اذا صار عندك الفانكشن له تو باراميترز اللي هن سيجما والمين. طيب كيف شكل الفانكشن؟ النورمال بقول لك شكله بهذا الشكل، هو عباره عن نورمال اكس، الاكس بدها تو باراميترز اللي هن المين اند السيجما. بقول لك ايش بتساوي؟ 1 على جذر 2 باي مضروبه في سيجما في اي قوه سالب اكس ماينس ميو الكل تربيع على 2 سيجما تربيع. شوف القانون هذا. طيب هذا القانون صح؟ طب لو اجى قال لك اعطيني الاحتماليه بالفتره من اي اقل من اكس اقل من بي، انت شو راح تقول؟ التكامل من اي لبي لهذا الاقتران، هذا الاقتران اوف كله بدك تحطه هون. شوف كيف هذا، كيف بدك تكامله؟ هذا على الاقل حاسبه ممكن يتكامل يعني، بس بيدك بجوز صعب تكامله يعني بدك وقت. ايوه طب افرض قال لك يعني من اي اقل من اكس وقال لك هاي شطبها يعني بس بده اكس اكبر من اي، فهي راح تروح للما لا نهائيه. على الاقل الحاسبه فيش ما لا نهائيه، انت بطل تقدر تكامله على الاقل الحاسبه، يعني ممكن يقول لك زي هيك. فكيف بدك تتعامل مع هذا التكامل؟ اجى ايش؟ اقترحوا لك حل العلماء، قالوا لك منا نعطيك جدول ومنا نعطيك تحول، تقدر تحول من اكس لريندوم فاريبل ثاني اسمه زد، وتروح تستخدم هذا الجدول وشو ما كانت القيمه معك راح تطلع على السريع، يعني راح تطلع الاريا على السريع او البروبابيلتي راح تطلعها من اي مساحه من ضمن اي ريجيون راح تطلعها على السريع مباشره. طيب خلينا نتعرف على هاي الطريقه السهله والبسيطه. طبعا هذا القانون هسه ما بيلزمناش كثير وبجوز ما يلزمناش بالمره، فالمهم نمسحه. فايش قالوا لك العلماء او الاخصائيين في هذا المجال؟ اجوا قالوا
انه في عندك اكس، صح؟ اكس هو راندوم فاريبل. وشو راح يجي يطلب منك؟ راح يجي يطلب منك مثلا احتماليه، اكيد ما راح يجي يطلب منك احتماليه اكس بتساوي 3 او اكس بتساوي بي. اكس بتساوي 3 على السريع ما دام كونتينوس حطها صفر، جواب صفر. ممكن يجيبها امتحان ضع دائره، يعني يتلاعب بالسؤال يقول لك ات اكس بتساوي 3، هاي صفر مباشره. انتبهوا انه الكونتينوس عند اكزاكتلي بوينت، عند نقطه معينه، احتماليته دائما صفر. اما بالنسبه للفتره الانترفل، تعال نشوف كيف بدنا نتعامل معها. قال لك هو راح يعطيك اكيد الانترفل، مثلا راح يعطيك اكس اقل من ايه، صح؟ يعني من، يعني راح تكون الفتره من سالب ما لا نهايه لعند الايه. طيب بتيجي بتقول هاي الايه، يعني خلص هاي قيمه الاكس او هاي الايه اللي بدي الفتره هاي. بتيجي هاي بتحولها لايش؟ بتحول هذا لزد. زد له قانون، هذا راندوم فاريبل ثاني بجيب لك المساحه او البروبابيلتي لهاي الفتره. شلون؟ قال لك زد قانونه سهل وبسيط، هو عباره عن اكس ناقص الميو على الميو لمين؟ للاقتران اكس، يعني خلينا نحطها ميو اكس، ماشي؟ على سيجما، السيجما كمان لمين؟ للراندوم فاريبل اكس، لانه بالسؤال راح يعطيك سيجما للراندوم فاريبل اكس مش راح يعطيك اياها لزد. ايوه، والميو للاكس راح يعطيك اياها بالنسبه لاكس. طب ليش مش راح يعطيك لزد؟ اصلا ما هي زد قال لك هو عباره عن ستاندرد نورمال ديستريبيوشن. شو يعني كلمه ستاندرد؟ ستاندرد دائما كنا نفرض شيء صفر وشيء واحد، صح ولا لا؟ خصوصا اذا بتتذكروا ماده الكيمياء 104 بالحجه، كنا نيجي نفرض مثلا تمبريتشر، الستاندرد تمبريتشر نفرضها صفر وواحد مثلا او شيء زي هيك. فالمهم ما دام هذا ستاندرد راح تيجي تفرض مين الصفر؟ المين. قال لك خلص المين هذا بتفرضه صفر. المين لمين؟ للزد. المين للزد صفر، مش المين للاكس، هي المين للاكس قيمه وبدك تعوضها بالقانون هذا. وقال لك افرض كمان ايش؟ السيجما تساوي واحد. هسه ما دامك فرضت واحد وصفر، شو ظل عليك؟ ظل عليك بس توجد قيمه الزد. هسه ما دامك اوجدت قيمه الزد، شو بدك تسوي بيها؟ تروح فيها على جدول، في عندك تيبل بالكتاب، ايوه، حاط لك قيم الزد اللي ممكن تطلع معك. قيم الزد اللي ممكن تطلع معك ممكن من سالب 3 حاطها كانه لموجب 3. ايوه، يعني بهذا الشكل. فالمهم انت بتطلع قيمه زد وبتجيب بتجيب الاحتماليه لاكس اقل من ايه. طيب هسه بدنا نعرف بعض الملاحظات على هذا الجدول، بعض الملاحظات المهمه. خلينا نمسح هون ونشوف انه كيف بدك تتعامل مع هذا الجدول. يعني انت جبت قيمه زد، بس شلون؟ يعني شو كيف بدك تتعامل معها؟ هل يعني خلص بس علي اجيب قيمه زد واروح احطها بالجدول والاقي الحل جاهز، ولا كيف؟ في شويه ملاحظات على هذا الجدول. هسه اول شيء بالنسبه لزد، بقول لك هسه احنا بدنا نرسم زد، بدناش نرسم اكس، اذا هذا زد، هيو زد. المين له قديش قلنا؟ صفر. السيجما له، هاي المسافه من هون لهون، واحد. طيب النقطه اللي بدنا نوصل لها انه هو يوم يجي يقول لك يعطيك احتماليه زد، هو بعطيك من عند السالب ما لا نهايه لعند الزد، يعني بعطيك هاي المساحه. ما بيجي بعطيك من الزد لعند ما لا نهايه، بعطيك المساحه دائما من سالب ما لا نهايه لعند الزد، دائما من سالب ما لا نهايه لعند الزد. طب افرض فرضا اجى قال لي بدي المساحه او البروبابيلتي او الاريا ل A اقل من اكس اقل من بي. طيب هسه احنا بنعرف انه اكس بدك تحولها لمين؟ لزد، صح؟ طب تعال نحولها لزد، طبعا احنا حولناها لانه رموز، خلاص تعتبر انك حولتها. فهون يوم بدك تيجي تحولها راح يطلع معك شيء اسمه زد 1 وزد 2. لوين زد 1 وزد 2؟ زد 1 هي الانيشال فاليو اللي هي الاي، تيجي بتعوض اي ناقص الميو للاكس على السيجما للاكس طبعا او للواي، عادي ممكن يكون هذا الراندوم فاريبل مش اكس واي. المهم بدك تحوله اهم شيء لزد. زد 2 هي عباره عن قيمه البي الفاينل فاليو للانترفال هاي ناقص الميو اكس على سيجما اكس. طيب بتيجي بتوجد زد 2 وزد 1، وشو بتسوي؟ زد 2 هسه يوم بدك توجدها مثلا، هاي زد 2 هي اوجدتها، من وين راح توجدها؟ من سالب ما لا نهايه لعند زد 2، صح؟ راح توجد هاي المساحه كلها، فراح تيجي توجد هيك. طيب بالنسبه لزد 1 راح تيجي مثلا اقول لك هاي زد 1، هاي زد 1 وهاي المساحه اللي راح توجدها.
طب انا ايش بدي؟ انا قلت لك بدي المساحه بين زد 1 وزد 2، يعني من زد 1 لزد 2، شو اسوي بهي الحاله؟ بقول لك اطرح المساحه الكبيره هاي ناقص المساحه الصغيره، شو بصفي عندك؟ بصفي عندك ناتج طرحهم. شو راح يطلع عندك؟ راح يطلع عندك هاي المساحه اللي بالنص بيناتهم، وبالتالي انت بتقدر بتكون اوجدت البروبابيليتي هاي. اذا شو يعني شو الحل؟ الحل انك توجد زد 1 وتوجد زد 2 وتقول انه زد 2 ناقص زد 1، طبعا probability زد 2 probability زد 1 يوم تروح تطلعها من الجدول ناقص probability زد 2 تطلعها من الجدول تطرحها من بعض بيطلع معك الناتج واللي هو الاحتماليه لهي الفتره. اذا هاي المعلومه لازم نكون عارفينها انه كيف بدك تطلع ومن ضمن انترفال محدده. طيب نيجي نشوف معلومه ثانيه او فكره ثانيه نشرح. الفكرة الثانية واللي هي فكرة مهمة كمان لازم نكون عارفينها بما يخص الاقتران النورمال. الاقتران النورمال بدك تعرف، خلينا نمسح هذول بس. الاقتران النورمال بدك تعرف اقتران النورمال. اقتران النورمال مفروض تعرف انه هو سيمتريك. يعني شو يعني سيمتريك؟ يعني متماثل حول المين. يعني لو فرضنا هاي المين اللي هي الصفر او حول الصفر، ايوه هو سيمتريك. يعني لو يوما يعني سيمتريك شو معناته؟ يعني معناته الرسمه مش واضحه، خليني اوضحها شوي هون. هاي قلنا المين. طيب لو اجينا قلت لك هاي القيمه بي، طبعا هذا كله بالرسم ان زد، يعني كله من ضمن زد، وزد ما هو نورمال للزد نفسه نورمال لاكس، يعني انت بتطلع النورمال لاكس واحتماليه اكس عن طريق زد، فلاجل هيك احنا بنحكي عن زد دائما. لانه هو يعني هو طريقه الحل، هو الطريقه اللي بتستخدمها مشان تحل. فالمهم هون عندك ايه؟ نقطه ايه؟ فهي بي وهي ايه؟ لو اجيت قلت لك او مش هاي بي وهي ايه؟ كونه هاي صفر، طبعا هاي صفر، اي شيء على يمين صفر موجب واي شيء على يسارها سالب، يعني هاي سالب بي بدي احط لك اياها. فالمهم هاي بي وهي سالب بي. هسه لو اجيت قلت لك هاي المساحه راح تكون نفس هاي المساحه، ليش؟ لانه سيمتريك متماثل. طيب اذا لو اجيت، طيب هسه سؤال، لو ما يعني هو بالجدول معطيني القيم السالبه والموجبه، لو اعطاني بس القيم السالبه هل بقدر اجيب من القيم السالبه القيم الموجبه؟ نعم بكل تاكيد بتقدر. طب شلون؟ انا قلت لك انه المساحه من سالب ما لا نهايه لعند السالب بي هي نفس المساحه من بي لعند ما لا نهايه، صح ولا لا؟ يعني شو يعني هذا الكلام؟ اول شيء بدك تعرف انه المساحه لهذا الاقتران كامل هي واحد. المساحه لهذا الاقتران كامل هي واحد، هي هون. اذا الاريا واحد. المساحه لهذا كامل هي واحد. ناقص بدي اطرح منها ايش؟ بدي اطرح منها المساحه هاي. مشان اجيب probability البي او اجيب مساحه البي او اجيب زد للبي، خلينا نقول زد عند النقطة بي، راح اجي اقول لك انها هي عبارة عن واحد ناقص المساحة هاي اللي هي الاريا هاي. لو سمينا هاي الاريا مثلا اريا 1 وهاي اريا 2 خلينا نسميها. طبعا اريا 1 بتساوي اريا 2 لان هي متماثلات سيمتريك. ايوه فراح اقول واحد ناقص اريا 1. طب ما هي اريا 1 مش عندي اصلا، يعني انا اريا 1 بعرفهاش، فبقول لك لا انت بتعرفها، هي اريا 1 هي نفسها اريا 2. فبده تيجي بيقول لي القانون صار واحد ناقص اريا 2. اريا 2 انت بتعرفها، لانه مثلا هو ممكن يجي يقول لك معطيك هو الجدول بس للقيم السالبه، فانت يوم بدك تيجي تطلع لقيمه موجبه بتقول هو عباره يعني الزد لقيمه موجبه، ايوه بتجيب القيمه اللي بتماثلها السالبه وبتقول واحد ناقص احتماليه القيمه السالبه، يعني خلص بتجيب واحد ناقص احتماليه القيمه السالبه بتطلع معك احتماليه القيمه الموجبه. هاي النقطه اللي احنا بدنا نعرفها. بس كمان يعني بعد السيمتريك وبعد هاي القصص اخر نقطة اللي هي بالنسبة للتماثل. لو اجينا نرجع لإكس نفسه مناش الزد، هسا إكس نفسه هذا اللي هو الراندوم فاريبل اللي بعطيني اياه بالسؤال مش إله مين هون؟ لاحظ هذا الاقتران في عنده هون من هون لهون، خلينا نغير اللون، من هون لهون الاقتران ماله كونكيف اب يعني مقوس للآلة، ومن هون لهون
مقوس للأسفل، ومن هون لهون كمان مقوس للأعلى. طب أنا لو إجي سألك بالسؤال قال لك أعطيني إحداثيات الإنفلكشن بوينت، شلون بدك تعطيه إياها؟ فأجي بقول لك هو عبارة عن أم القانون زائد ناقص السيجما، لأنه هاي من هون لهون راح تكون سيجما. توقع هيك القانون، لازم نتأكد منه بالسلايد. بس المهم هو عبارة يعني عن أم زائد ناقص سيجما مشان توجد هاي الانفلكشن بوينت. وما عمره شو جاء سؤال أو ما شفتش أي ولا سؤال يعني على السيجما هاي، يعني إنه يقول لك الانفلكشن بوينت. المهم هو بده يجيب لك سؤال على الاحتمالات، إنه أعطيني مثلا الأريا أو الاحتمالية من A أقل من X أقل من B وهكذا. طيب آخر ملحوظة على هذا النورمال فانكشن هي عبارة عن إيش؟ آخر ملاحظة اللي هي عبارة إنه ممكن هو يعطيك الزد ويقول لك طلع لي منها الإكس، يطلب منك الإكس، أو يعطيك الأريا ويطلب منك طبعاً الزد، ما إحنا بنعرف إنها الإكس، إكس ناقص المين على السيجما، صح ولا لا؟ طيب فهو لو طلب منك الإكس وهو كان معطيك الأريا، فأنت شو راح تسوي؟ هسه هو مش معطيك الأريا، الأريا شو بتروح؟ بتدور من الجدول على قيمة زد، بتروح بتدور على قيمة زد. بس تدور على قيمة زد بتروح بتحول الزد لإكس. شلون؟ بتعوض الزد بهاي المعادلة، ومين الإكس أو المين هاي معك والسيجما معك، فبتعوضهم بهاي المعادلة. ولو عوضت يعني راح تطلع بقانون اللي هو إكس بتساوي سيجما ضرب زد، لو ضربت ضرب تبادلي هون وجمعت الأم على الطرف الثاني راح تطلع زيك. فانت الاريا بكون معطيك اياها بتحولها لزد، وبتحول الزد لمين؟ لاكس. وهيك بتكون طلعت قيمه اكس فقط لا غير. فقط هذا هو كل شيء بخص النورمال ديستريبيوشن. اظن لازم نحل سؤال عليه. طيب اخذنا اليونيفورم وهاي شكل اليونيفورم طبعا، شوفوا كيف شكله. قال لك من 1 ل 3 هي نص. ولو سالك وانا وات از ذا بروبرتي دنسيتي، وات از ذا بروبرتي ذات ار اني جيفن كونفرنس، هاي هون قايل لك ات ليست يعني 3 اور، على الاقل 3 ساعات. هي عباره عن هذا يعني سؤال ثاني شكله، حل ثاني. المهم هاي طبعا المين، احنا نسينا ما نحكي عن المين بالنسبه لمين؟ لليونيفورم. صحيح المين بالنسبة لليونيفورم هاي قاعدته اللي هي عبارة عن A زائد B على 2. أما بالنسبة للسيجما تربيع، السيجما تربيع هي نفس الفيريانس، نفس الفيريانس أيوة. ولو بدك الستاندرد ديفيجن بتقول هي عبارة عن جذر الفيريانس أو جذر هذا هاي القيمة، جذر هاي القيمة هي عبارة عن السيجما. المهم سيجما تربيع أو الفيريانس شو بيساوي؟ بيساوي B ناقص الـ A كلها تربيع على 12. هاي قانونها، هذا المفروض حفظ. بس بتقدر هذا القانون عادي تشتغلوا على التكامل، يعني تكامل سهل. المهم يعني هاي القانون الفيريانس وهاي قانون المين بالنسبه لليونيفورم. طبعا قلنا وحكينا انه النورمال المين واليونيفورم والمين والفيريانس او الستاندرد ديفيجن بكون معطيك اياهم بالسؤال، يعني فيش داعي تروح تجيبهم. طيب هاي بالنسبة للمعلومة تاعت انه معطيك اياهم بالسؤال، هاي موجودة هون. طبعا هاي بقول لك كونه بالرسمات هذولا بقول لك انه ممكن يتصادف انه تو نورمال، بقول لك تو نورمال ممكن يتصادف انه يكون عندك تو نورمال ديستريبيوشنز ويكون السيجما لهم نفس الشيء، يعني سيجما 1 بتساوي سيجما 2. ما هي السيجما هي شو بتمثل؟ السيجما بتمثل البعد من هون لهون، هاي المسافة، وهاي نفسها تكون هاي المسافة، هي تكون نفسها هاي. فالمهم هاي سيجما ممكن كمان يتصادف انهم يكون لهم نفس المين، نفس المين بهذا الشكل ويختلفوا بالسيجما. ايوه وممكن كمان يتصادف انهم بيختلفوا بالسيجما وبالمين كمان عادي. طيب ايوه قال لك the mean and variance of n and r m and sigma تربيع respectively hence the standard deviation is sigma، يعني نفس ما حكينا. هاي طبعا هذا الاثبات وهذا الاثبات كمان وين موجود؟ موجود عندنا بالسلايد حاطه الدكتور. هذا الاثبات شو قصته؟ اثبت يعني هو بده يوصل انه الستاندرد ديفيجن فعلا هو سيجما تربيع، او مش ستاندرد ديفيجن، الفيريانس هو سيجما تربيع. مش احنا اخذنا انه الفيريانس بيساوي
الاكسبكتد مثلا فاليو لاكس ناقص الام لكل تربيع، اجى راح طبقها على القانون اللي اخذناه 1 على جذر 2 باي تكامل من سالب نهايه لنهايه، قال لك اكس ناقص الام لكل تربيع يقوى سالب نص. طبعا هذا الاثبات مش مطلوب، يعني ما راح يجينا اثبات اكيد، الامتحان ضع دائره.